سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. اليوم غادي ندير لكم التتمه ديال الاجواء حفل الحناء اللي مشيت حضرت ليه الاسبوع اللي فات، وبغيتكم تشاركوا معايا دوك اللحظات اللي عشنا وضحكنا ونشطنا وفوجنا، واخا كاين هذا الحجر الصحي، يعني حفله غير العائله فقط، يعني ما كاينش فيها الناس بزاف، ولكن الحمد لله فوجنا وخرجنا ونشطنا شويه وجينا نبدلي الجو للدار، ونخليكم مع هاد اللقطات من نقيش ديال الحناء ديال العروسة نقشنا معاها، وخليكم معايا ما تمشيو فين، وما تنساونيش لي لايك لي لايك لي لايك، وخليو لي التعاليق زوينين. جنجلة جنسيتنا محمد، الله معاك جل علي، ألف هنية
كتشوفوا معايا هذه هي الاجواء ديال الحفل الحناء اللي مشيت حضرت ليه في نهايه الاسبوع. يعني شي حاجه بسيطه وعير العائله، يعني مختصر ما فيش ناس بزاف. المهم دارت عير العاده ديالها، فرحات راسها وفرحات العائله معها، وبغيت نشارك معكم هاد الاجواء حتى نتوما تشوفوا وتستافدوا معايا وتبدلوا الجو. والى اللقاء والسلام عليكم، وما تنساونيش من لي لايك والتعاليق المحفزة، ونتلقاو في فيديو جديد، وإلى اللقاء.